ابو تريكه، ابو تريكه زحلقها حلوه قوي ووضعها بشكل رائع عادي امامنا الجماهير. الجماهير لا شك جماهير الترجي تعشق ولعب رجولي. ادي امامنا الصوره المرفوضه، ادي الصوره المرفوضه اللي طبعا يعني نرفضها في ملاعب شعبين. ادي امامنا هنا، ادي امامنا هنا لقطه نرفضها ولا تعليق. دول ابنائنا ونحاول ان نرسخها في اذهان شبابنا. ومخرج المباراه الله يعطيه الصحه والعافيه على هذه ساند امامنا هو في هذه اللقطه. واحد حزين على هذه المشاهد، اشعر بالحزن الشديد ان ما يحدث امامي لا شك مهزله حقيقه. يعني نفكر في ترك الرياضه، ان كانت الرياضه هكذا، كانت الرياضه او امور هكذا، لان هذا امر لا استطيع ان اوصفه. المباراه لم تنتهي بعد، ولكن يعني